وينضم إلينا من رام الله خليل شاهين، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ خليل عبر شاشة الغد. كيف قرأت هذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين ورد المقاومة الفلسطينية ومباغتة قوات الاحتلال بهذه العملية برأيك؟ يعني أولا هذه العملية تظهر بأن ما قامت به إسرائيل طيلة 15 شهر منذ آذار من العام الماضي تحت عنوان عملية كادر الأمواج في شمال الضفة الغربية انتهت إلى فشل ذريع، إذ أن العمليات ازدادت واتسعت وأصبحت أفضل من حيث النوعية والتخطيط وعمليات الرصد، وأيضا من حيث التسلح وكذلك من حيث عدد المنخرطين في مجموعات المقاومة. كان هدف عملية كاتر الأمواج بالحكومة السابقة هو أن تقضي تماما على إمكانية تطور الفعل المقاوم في شمال الضفة الغربية. اليوم النتيجة لأن هذا الفعل تطور أكثر فأكثر وانتقل إلى مراحل جديدة في عملية تصنيع العبوات بطريقة تجعل إسرائيل تفكر عدة مرات قبل أن يعني تذهب إلى يعني تكرار اجتياحاتها واقتحاماتها المتكررة، وخاصة في عمق المناطق المصنفة ألف والقاضع على سيطرة السلطة الفلسطينية. بمعنى اليوم يتضح أكثر بعد كل هذا النشاط العسكري وهذا العدد الكبير من الشهداء وعمليات الاغتيال والإعدام الميداني أن إسرائيل لم تجني سوى الخيبة من هذه العملية العسكرية، ولذلك هي فقط المذهب كيف يمكن أن تتصرف، هل تذهب باتجاه توسيع نطاق العملية العسكرية على جرار ما فعلته في عام 2000 في عملية السور الواقع عندما اجتاحت كل مدن الضفة الغربية وأدت تلك العملية إلى صدام ليس فقط مع يعني مجموعات المقاومة بل وكذلك مع الأجهزة الأمنية الرسمية الفلسطينية، أم تحكم عن القيام بذلك وتستمر في عمليات الموضعية أي عمليات الاغتيال الاستهداف يعني المتكرر والضغط على المقاومين؟ وهل هذا أوجاك يعني يكون أكثر جدوى أم لا؟ أعتقد أن هذا سؤال صعب، يعني المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقف على ما يبدو عاجزة أو على الأقل مختلفة ولا تتبنى موقف واحد إذا ما يمكن أن تفعله من أجل الحد من تنامي المقاومة الفلسطينية. أو ما أسمى اليوم بعض الإسرائيليين لبنانة شمال الضفة الغربية في إشارة إلى استخدام العبوات بشكل مكثف في لبنان في فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وهذا الأمر الواقع يؤدي إلى مثل هذا التخبط الذي نشهده سواء على المستوى يعني السياسي في إسرائيل أو على مستوى القيادات العسكرية والاستخبارية. الجانب الآخر هو في مثل هذا الإخطار هو الإخطار الاستخباري الكبير، يعني هناك عجز لدى المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية عن أولاً الحصول على معلومات استخبارية وثانياً على بناء سيناريوهات لما يمكن أن يطور عليه وضع في الضفة الغربية. استخدام العبوات ليس جديد، يعني منذ فترة يجري التحذير من أن العبوات يجري تطويرها يعني في الضفة الغربية. ثالثاً هناك أيضاً يعني سوء تقدير لمثل هذه العملية، بل أستطيع أن أقول كان هناك استكشاف بإمكانية الذهاب إلى يعني وكأنهم ذاهبون في نزهة لاعتقال يعني ناشطين، وتم هذا الأمر بالمناسبة الاعتقال ويمكن الخروج يعني من جنين دون أن يكون هناك تطوير إمكانية الوقوع في مثل هذا الكمين. إذن يعني نحن أمام فشل يعني معقد ومركب لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لذلك نشهد أن المستوى السياسي وخاصة أولئك الذين لم يخدموا في الجيش وليس لديهم من خبرة عسكرية مثل سموتريتش وبنغفير يطالبون بالذهاب إلى عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، وسموتريتش يرى بأن هذه العملية يمكن يعني أن تكون متدحرجة، يعني تبدأ في شمال الضفة في جنين ونابلس وربما طولكرم ثم تمتد إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية بما في ذلك إمكانية اقتحام واجتياح مدينة رام الله ذاتها والتي تشكل العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية. نعم، أشكر جزيل الشكر سيد خليل شاهين الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر شاشة الغد من رام الله.